أنا بدي أقول أول شيء مبسوطة كتير 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 إنه موجودة بمصر، وكمان كتير مبسوطة إنه واقفة أمام بفكر عمالقة الإعلام والفن والتمثيل، وأنا فخورة إنه تعرفت شخصياً على بوسي أول مرة بحياتي بشوفها. عبير أنا كتير مبسوطة، بعرف كتير بلش على لبنان بس ولا مرة كمان تلاقينا وجهة لوجه. بدي أقولك ألف مبروك ست الكل، يعني عن جد وجودك هو ثقافة بحد ذاته. هون ألف مبروك لعليك، وإن شاء الله تكون كلنا على خطاك بالجمال الخارجي والداخلي وبهالثقافة اللي عندك إياها. Thank you. بتضل صعب ورقم صعب مالك باللي بيحكوا، احنا متابعين. Thank you. بتضل رقم صعب. أول شيء بالتكريم إنه أتلاقى بهالجمال. أنا سعيدة إن أنا معك النهاردة. الجمال الصعب هو اللي بيصدع الجمال وصانع الجمال في لبنان والوطن العربي.